استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في شان إنهاء المنازعات الضريبية. ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء. وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من القرارات.